مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج ماسلز ريبيلدينج، وحلقه اليوم راح نتكلم فيها عن كل ما هو جديد في عالم رياضه كمال الاجسام، كل الاخطاء الشائعه اللي قاعد تحصل والاستفاده منها وتحويلها الى التمرين الصحيح في هذا المجال. كل هذا واكثر راح تتعرفون عليه من خلال سياق حلقه اليوم مع الكابتن زين العابدين. تفضل كابتن، كل ملك. يعطيكم العافية أعزائي المشاهدين، حلقتنا اليوم راح نتكلم فيها عن عضلة البايسبس. طبعا مثل ما قلنا عضلة البايسبس تتكون من جزئين، جزء داخلي وجزء خارجي. ممكن البعض ما عنده علم انه في عضلة تصير بين التراي والباي، عضلة صغيرة تصير بينهم، والعضلة هذه شلون نشغلها؟ نشغلها عن طريق تمرين واحد وزاوية واحدة، واللي هي المعروفة زاوية الهامر. فاليوم راح اوريكم طريقه تمرين بالطريقه زاويه الهامر. طبعا هي تشغل الجزء الخارجي ولكن تشغل معاها العضله تصير بين الباي والتراي بالطريقه. طبعا في اكثر من طريقه حق التمرين، ممكن نلعب زوجي بهالطريقه، ممكن نلعب تبادل. هاي تعطي كل جزء حقه، يكون في نفس وتكرارات. كنا احاول اثبت وانا صاعد، احاول اثبت لو ثانيتين، لان هي عضله صغيره نحاول نركز فيها، كل ما نضخ فيها دم يصير في تركيز اكبر. الطريقة كذي لعبنا أول جولة. طبعا في معلومة يمكن البعض يجهلها، عضلة البايسبس هي تكون فيها جزئين، وعضلة الترايسبس فيها ثلاث أجزاء. عضلة الترايسبس أكبر من عضلة البايسبس، البعض ممكن يركز على عضلة الباي ويهمل التراي، ولكن إذا أنت تبي تكبر الذراع تحاول تركز على التراي لأنه هو أكبر من الباي، فكذي ذراعك راح يصير أكبر. إذا بتركز على الباي ما راح يصير ذراعك كبير. نحاول نفهم أي عضلة أكبر من عضلة عشان نحاول نوصل حق هدفنا بطريقة أسرع. طبعا في طريقة ثانية ممكن نلعبها فردي، الزاوية راح تكون لداخل بهالطريقة. ممكن هذا يشغل لي زاوية شوي مختلفة ولكن نفس العضلة. غير الجهة الثانية نفس الطريقة. بما انها هي عضله صغيره تصير بين الباي والتراي فما تحتاج اوزان ثقيله، تحتاج تكرارات عاليه، فنحاول كذا ما نقدر نزيد من تكرارات والوزن يكون خفيف الى متوسط. طبعا مثل ما قلنا في طريقتين، في وايد ناس يمكن تجهل فائده الدمبل، ممكن يلعبون بار، ممكن يلعبون اجهزه ولكن ما يركزون على الدمبل. من احد فوائد الدمبل اذا كان عندك جزء
او خلينا نقول ايد اقوى من ايد، مثلا انا عندي الايد اليمين اقوى من اليسار، فبهالطريقه شنو اسوي؟ العب خلينا نقول 3 جولات يمين ويسار، ولكن ازيد جوله على اليسار لانها ضعيفه عندي. لعبت مثلا 3 3، الحين ازيد اخر جوله بس بالجهه اليسار اللي ضعيفه عندي، بحيث اني اقويها. الطريقة فنحاول نركز على الدمبل، تمارين الدمبل وايد تفيدك تقوي الجهتين، لأن ممكن أنت لما تلعب بالبار ممكن أنت بما أن اليمين أقوى من اليسار، اليمين راح يساعد اليسار، فأنت ممكن حتى لو وزن ثقيل قادر تشيله بسبب أن اليمين أقوى من اليسار، لو تلعب دمبل نفس الوزن ممكن اليسار ما راح تقدر تلعب فيها، فبهالطريقة بالدمبل راح تقوي الضعف عندك، بحيث انك توصل حق الهدف اللي انت تبيه، بحيث ان الايد ما تساعد ايد الثانيه، كل واحده تكون بروحها. طبعا نقدر نلعب اكثر من طريقه، ممكن نلعب بهالطريقه بحيث ان نضخ دم، اثبت جهه والعب بجهه بهالطريقه. خمس عدات وأبدل. أثبت بالجهتين. يصير في ضغط دم أكبر. بعدين ألعب بالجهتين مع بعض. بهالطريقة يصير عندي ضغط دم كبير واستفادة أكبر. كذي وريناكم اكثر من طريقه التمرين، نحاول كثر ما نقدر ننوع طريقه التمارين، كل مره ننوع طريقه التمرين بحيث ان العضله ما تتكيف على نوع او طريقه التمرين ويوقف عمليه البناء العضلي، فكثر ما نقدر تنويع بالزوايا، تنويع بطريقه التمارين. ندش ممكن جوله ثانيه نفس الطريقه، ولكن ممكن نريح طبعا من خلينا نقول نص دقيقة لدقيقة ونص على حسب الوزن، كل ما كان وزن ثقيل كل ما كانت الراحة أكبر، لأن أنت محتاج أكسجين، فكل ما قل الوزن راح تحتاج وقت قصير راح، لأن أنت مو محتاج نفس، مو محتاج أكسجين. كمل نفس الطريقة جولة ثانية، ممكن نلعب 3 طقات يمين 3 يسار، ثلاثة مع بعض. بهالطريقة راح نستفيد أكثر، نوعنا بالتمارين بحيث أن نستفيد من جميع زوايا البايسبس. أتمنى أنكم استفدتم من هذه الحلقة، تابعونا بحلقات قادمة. بكذي نكون وصلنا وياكم لنهاية وختام حلقة اليوم، إن شاء الله تكونون استفدتوا من هذه التمارين، على أمل إن شاء الله اللقاء بكم مجددا في يوم غد نفس الوقت، كونوا في الموعد، إلى اللقاء.